أهلا بكم إلى نشرة أنواع أستي اليومية عن أداء أسواق الأسهم الأمريكية. دقائق قليلة تفصلنا عن جرس الإغلاق والمؤشرات الرئيسية متباينة في الوقت الحالي. مؤشر داو جونز مرتفع ب 0.12%، مؤشر ناسداك متراجع ب 0.27%، ومؤشر S&P متراجع أيضا ب 0.13%. ويعكس هذا الأداء في المقام الأول تفاعل المستثمرين اليوم مع رقمين مخيبين للأمال. فقد صدر صباح اليوم إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة وأشار إلى نمو أو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ولكن بوتيرة دون المتوقع. وحسب بيانات اليوم فقد نمى الاقتصاد الأمريكي تحديدا ب 2.5% خلال الربع الأول بدلا من 3% كما كان متوقعا، وبعد نمو خجول بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2012. كما ساهم في تشاؤم المستثمرين اليوم تراجع مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان من 78.6 لشهر مارس إلى 76.4 لشهر أبريل حسب القراءة النهائية للمؤشر، علما أن هذه القراءة جاءت أفضل من المتوقع وأيضا أفضل من القراءة الأولية للمؤشر. ونختم مع قطاع الشركات، وقد اهتم المستثمرون اليوم بعدة أسهم أبرزها أسهم شركة شيفرون للنفط التي ارتفع سهمها اليوم بحوالي 1.35% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع. سهم شركة أمازون تراجع بأكثر من 6% حوالي 6.84%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أو توقعت الشركة أن تتراجع مبيعاتها عن المتوقع في الربع الجاري. ونذكر أن شركة أمازون أعلنت أمس عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع. كذلك اهتم المستثمرون اليوم بأسهم شركة جي سي باني، سلسلة محلات جي سي باني للتجزئة والتي تتعرض للكثير من المشاكل في الآونة الأخيرة، وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 11% اليوم بعد أن كشف المستثمر المعروف الملياردير جورج سوروس بأنه يملك حصة تبلغ 7.9% من الشركة. كذلك أعلنت وكالة CNBC اليوم أن جولدمان ساكس ستمنح أو قررت منح جي سي باني قرضا بقيمة 1.75 مليار دولار. وبهذا نأتي إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم في الغد، إلى اللقاء.